جفافكم الحظ؟ لا شيء يا بابا سنفور. أوه بابا سنفور، الجفاف جفف كل شيء. أوه، لا يوجد أي شيء يؤكل في الغابة كلها. حسناً، ما زال مغرور وغبي يبحثان، قد يحالفهما الحظ، أمر ذلك. أوه، يا للهول المغرور، إن لم نجد طعاماً سريعاً فسيموت كل السنافر من الجوع. الجيد في الجوع الشديد أنه يبرز شكل وجهي الجميل. وكذلك عظامك. أنت محق، أو يا غبي، ماذا سنفعل؟ أعتقد أن علينا متابعة البحث عن شيء يؤكل. عجباً، تريد منا أخذ البلوطة؟ أوه، شكراً، لا يمكننا ذلك. أجل، عليك التفكير في صغارك. حسناً، إن كنت تصرين على ذلك. شكراً لك سيدة سنجاب. الطعام أخيراً. هيا لنأكل. مهلاً، ماذا عن السنافر الآخرين؟ أجل، الأفضل لنا أن نتشارك هذه البلوطة، هيا بنا. ولكن يا غبي، انتظر قليلاً، لما لا نأكل نحن حصتنا الآن؟ اهدأ يا مغرور، القرية على بعد خطوات قليلة و... لا تقلق، سأحضرها. النجدة! لقد اختفى. غبي، قل لي، هل أنت بخير؟ أجل، لكن البلوطة تدحرجت إلى هناك، علينا استعادتها. كف عن التذمر هالهول، نفد الطعام لدينا، لذا علينا تناول الحساء اللزج والتلذذ به. أيها الهر المتذمر، لا مشكلة في هذا الحساء، أرأيت؟ ربما هو لزج جدا، اذهب. انتهى أمرنا هالهول، انتهى أمرنا، كانت هذه آخر كمية طعام في الغابة كلها. مياو مياو. مهلا، لحظة، ما زال هناك طعام في الغابة. أجل أجل، سكاكر صغيرة زرقاء تدعى السنافر. وبما أنهم الآن يشعرون بالجوع، سيكون الإمساك بهم سهلا. مغرور، انظر، عشبا مسنفرة، الكثير من الطعام. رائع، لنذهب ونخبر بابا سنفور. بابا سنفور، بابا سنفور، وجدنا طعاما، الكثير من الطعام، إنه كهف مليء بالطعام وكله متجمد. حسناً يا سنافر، جهزوا أدوات الحفر وبعض العلب. حسناً. هناك شيء مألوف في هذا الخبر، لو أمكنني التذكر فقط. لا 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 لا. تعالوا أيها السنافر الصغار، العم شرشبيل معه مفاجأة لكم، هيا أخرجوا، أخرجوا من مخبئكم، هيا أسرعوا. إن لم أجدهم قريبا سأكون تعبا لأبحث عنهم مجددا. أعرف أن لديكما المزيد من البلوط على الشجرة، وأنا أموت جوعا. انظر انظر إلى كل هذا البلوط يا هلهول، سنجويه ونتناوله على الغداء، لن يمنعنا أي سنجاب هزيل من الحصول على البلوط. اختبئ. ربما من الأفضل أن نكتفي بصيد السنافر يا هلهول، إنه أقل خطورة. ها هو المكان، الطعام بوفرة.
أحسنتما أيها السنفوران، هذا اكتشاف مذهل حقا. هيا لنبدأ بالحفر. أجل دعوني أحصل عليها، أنا جائعة. هيا أجل. أتمنى فقط لو أعرف لما كل هذا يبدو مألوفا. واو، لا أستطيع الانتظار لالتهام هذه التفاحة الحمراء الكبيرة، أو هذه البرتقالة الشهية، أو ثمر السنافر، أو هذه هذه نبتة الهدال. نبتة الهدال؟ نبتة الهدال؟ نبتة الهدال؟ إنه نوع من شيء غريب، أترون؟ هناك شيء ما في الداخل. الآن تذكر، هناك أسطورة سنافر قديمة عن غول سرق منذ زمن بعيد كل طعام السنافر، وبسبب أنانيته تجمد الغول في كهفه قبل أن يتمكن من أكل حبة ثمر واحدة. كل شيء سيبقى متجمدا حتى تشرق الشمس أخيرا على هذه الماسة المسحورة وتختفي الشعوذة. لكن نور الشمس لن يدخل أبدا إلى هنا، ولن نأكل أبدا. أوه مهلا، ربما هناك طريقة لذلك. بابا سنفور، ماذا لو شاطر؟ أنت عبقري. حسنا يا مغرور، أعطنا مرآتك. هكذا. أنا لا أفهم الأمر هلهول، لا أثر لهؤلاء السنافر التعساء في أي مكان، وكأن الأرض ابتلعتهم جميعا. أها، ماذا لدينا هنا؟ مرآة صغيرة للصنفور. ميو ميو. أجل، وأنا أيضا أشتم رائحتهم. وهذه المرة لن يفلت منا. ميو ميو. إلى اليمين أكثر يا سنفورة، إلى الأعلى قليلا، إلى اليسار أكثر، والآن إلى اليمين، إلى الأعلى، هكذا. نجح الأمر، نجح الأمر. الليلة سنأكل كالسنافر شبعانين. طعام، الكثير من الطعام، وأروع جوهرة رأيتها في حياتي. رائع. يمي يمي. لا أستطيع الانتظار، أنا أكره الانتظار. حسنا يا سنافر، هذا يكفي، لنذهب. لكن يا بابا سنفور، الآن بدأنا بجمع الأطعمة. أقول حسنا بابا سنفور. مفاجأة شرشبيل. دعنا نخرج من هنا يا شرشبيل، وإلا حصلت على مفاجأة أكبر بكثير من تلك. لا تهددني أيها الحشرة الصغيرة، أنا من يعطي الأوامر الآن. كل هذا سيكون ملكي أنا وحدي. أولا سأستمتع بجوهرتي الجديدة، ثم سأتلذذ بكل هذا الطعام. لذيذ، وسأترككم أنتم يا سنافر للتحلية. طعامي أنا. لقد حذرتك يا شرشبيل. إليك طعامك سيد غول، كنت أمزح فقط. ليس مضحكا. لا 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 أبدا، أنت محق، أوافقك الرأي، لكن كل هذا كان فكرة السنافر. لقد سرقوا كل الأطعمة، لو كنت مكانك للقنتهم درسا. إلى اللقاء. بسرعة، أرجو بحياتكم. لا يمكننا ذلك لأنه يسد مدخل النفق. ستدفعون الثمن. توقف يا غول. تعرف جيدا ماذا حصل آخر مرة كنت فيها أنانيا. أجل، لا تريد أن يحصل لك ذلك مجددا. سأقول لك شيئا، سأتشارك طعامي معكم. اتفقنا؟ اتفقنا، لنذهب يا سنافر. مهلا، خذوا الماسة أيضا لأنها تجمدني. لا أثر لشرشبيل، لكن هذا لا يعني أنه ليس في الجوار، لذا انتبهوا جيدا يا سنافر الصغار. أنا أكره الحطب المظلم. يا ويلي. والآن أيها السنافر، لا أملك أطعمتكم فحسب، بل قبضت عليكم أيضا. كفى يا شرشبيل البشع.
شرشبيل، أنت ترتكب خطأ كبيرا. هذه الماسة لا تسمح بالأنانية. لست أحمق بابا سنفور، أنت تريدها فقط لنفسك، لكنها لي الآن وكذلك أنت. ما هذا؟ ما هذا هلهول؟ ماذا يحصل؟ أرأيت؟ طمعك ينعكس علي. أنا أتجمد من البرد. لنسنفر من هنا. أفسح المجال. بابا السنفور، رجع فك الشعوذة. هذا مستحيل، لكن لا تقلق يا شرشبيل، عندما تشرق الشمس على الماسة سيعود كل شيء إلى طبيعته. يبدو أنها ستمطر. مطر؟ المطر، انتهت فترة الجفاف. عجبا بابا سنفور، قد تمر أياما قبل أن تشرق الشمس من جديد. أجل، أليس هذا مسنفرا؟